السلام عليكم يا أحلى شباب وشابات في مصر. سمعتوا كلمة الرئيس السيسي امبارح؟ أكيد طبعا سمعتوها. إيه رأيكم؟ إيه رأي جماعة المشككين؟ فهمتوا أي حاجة من كلمة الرئيس السيسي؟ أنا بكلم المشككين اللي عمالين يقولوا خلاص الملء التاني خلص، السيسي باع البلد، الجيش مش هيضرب، واحد اثيوبي مش عارف انطق اسمه غريب مش عارف انطقه، عمال يقول لي السد متين، السد حديد، كل العالم بيقول انه متين، ويجيب لي بقى الدكتور فلاني قال انه متين، الدكتور علاني قال انه حديد، مش عايز يقتنع ان السد بتاعه مبني على قش، ومش عايز يقتنع ان السد بتاعه هيقع، وبيقول لي ايه؟ بيقول انتوا يا مصريين مطلعين اشاعه ان السد هيقع علشان تخوفوا السودان، علشان السودانيين يشتركوا معاكم. ده السودانيين يحمدوا ربنا ان احنا هنضرب السد على عشانهم. ده السودانيين حظهم حلو انهم معانا في نفس المركب. يعني لولانا احنا كنا سيبنا السد وكان في النهايه السودان هتنتهي. يعني لو السد ده ما بيأثرش على ميه مصر ما كانتش مصر اهتمت وكان السد يطلع وبعد كام سنه يقع والسودان تنتهي ومصر تحتل السودان. لكن مشكلة ان الماء انه بيأثر، يعني مش حظ السودان الحلو انهم راكبين معانا في نفس المركب، واحنا لازم ننقذ المركب، وطالما هننقذ المركب هننقذهم هم كمان. ولكن حتى لو هننقذهم هننقذهم من اثيوبيا، لكن هم نفسهم كارهين بعضهم، هم نفسهم عمالين يدمروا في بعضهم، السودانيين نفسهم عمالين، يعني كانت دولة بقت دولتين ودلوقتي هتبقى 5 دول. يعني السودان البقية في حياتي. كل الفيديوهات اللي قبل كده، كل الفيديوهات اقول لكم يا جماعه اطمنوا، يا جماعه ثقوا في كلامي. اخر فيديو عملته امبارح قلت لكم لو قلت لكم ان السيسي بيعطيني المعلومات مباشره هيطمنكم، السيسي بيعطيني المعلومات مباشره عشان اطمنكم. بس اطمنتوا لما سمعتوا كلام السيسي؟ اكيد سمعتوه لما قال امن مصر القومي خط احمر لا يمكن اجتيازه، شاء من شاء وأبى من أبى. أمن مصر القومي خط أحمر لا يمكن اجتيازه، خط لون الفلانة دي، شاء من شاء وأبى من أبى. طبعا سمعتوها وحافظينها لكن أسمعها لكم مرة تانية، مش تاخد 10 ثواني. إن المساسة بأمن مصر القومي خط أحمر ولا يمكن اجتيازه، شاء من شاء وأبى من أبى. هقول تعبير مش عارف يعني تقبلوا مني، لا يليق بنا أن نقلق أبدا. أتمنى أنكم تكونوا فهمتم كلام السيسي لما قال ما تقلقوش. نفس الكلام اللي أنا بقوله بقالي شهور، ما تقلقوش. هيجي واحد يقول لي السيسي غششك، واحد انت مخابرات. لا السيسي غششني ولا انا مخابرات، انا قلت لكم امبارح بس قبل ما السيسي يتكلم الفيديو بتاعي كان العنوان بتاعه اطمنوا يا مصريين اطمنوا، قبل منه قلت ما تقلقوش يا مصريين. كل كلمة قلتها في الفيديوهات بتاعتي اتحققت بالحرف، ما فضلش غير ضرب السد. لما قلت الممر الوسطاني مش هيتبني، هيحصل فيه تلكؤ، اتخانقتوا معايا وفعلا ما اتبناش. المفروض كان يتبني لحد 695، يعني 35 متر عشان يشيلهم 13.5 مليار. كل اللي اتبنى 10 متر، حط فيهم مليار ونص، ومفيش بعد كده. يعني حتى لو بيبنوا حاليا، لو بيبنوا لحد لو 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 الممر الوسطاني وصل ل 75 متر هياخد كمان 0.5 مليار وبس، ومش بعيد الميه تعدي من فوقه وتضيعه وتشيل المباني اللي موجوده لانها لسه خضراء. فهمتوا الكلام ده؟ انا قلته كله، لكن الناس قلقانه. كل القنوات استنوا، قلت ان الممر مش هيتبني وما اتبناش.
بنى 10 من 35، فرق كبير. قلت ان السد معيوب ومشروخ وبوابه وقعت منه قبل كده، حصل هو اللي حصل، بقى في بوابه من بوابات طارت عملت الفيضان في السودان من سنتين. قلت لكم السد ده كله عيوب، السد ده متصمم عشان يبقى 14 مليار، واكتشفوا ان العيوب اللي فيه ما يشيلش ال 14 مليار، تصميمه اصلا كان 14 مليار. الاساسات اترمت على اساس 14 مليار. حظهم الاسود ان بعد ما رموا الاساسات اكتشفوا انه ما يشيلش حتى 10 مليار، وانه لازم يتهد. فبعد كده بدا المخطط انهم يقولوا هنحط فيه 100 مليار عشان مصر تضربه، ولو مصر ما ضربتوش مش هيحطوا فيه حاجه، هيسيبوا لحد ما هو هيفضل زي ما هو كده فيه 6 مليار ونص ولا 7 مليار، وبعد سنه او اتنين يقع. صدقوني، ارجوكم صدقوني. ليه؟ الكلام اللي قلته في فيديوهات اللي فاتت اتحقق، ما فاضلش غير ضرب السد، وانا الوحيد في كل قنوات السوشيال ميديا اللي بقول ان السد ده هينضرب. جميع القنوات بتقول لا الحق يتقال، انا وجون مصري، جون المصري هو كمان قال السد هينضرب. جميع قنوات السوشيال ميديا غير كده قالت مش هينضرب، هيعملوا اتفاقيه ملزمه. والغرابه ان الناس اللي بيقولوا مش هينضرب واتفاقيه ملزمه عندهم مئات الالاف. عارفين ليه؟ لانهم بيقروا جرايد وبينقلوا اخبار من الجرايد، ما بيشغلوش دماغهم. كل اللي بيعملوه انهم بيلموا الجرايد العالميه ويقول لكم الجريده الفلانيه قالت كذا والجريده الفلانيه قالت كذا. طب انت يا مواطن، انت رايك ايه؟ انت كانسان كعقل ما بتفكرش، رايك ايه؟ ما انت شايف اللي بيحصل في العالم حوالين منك، لازم يكون لك راي. هما هي الناس اللي بيكتبوا في الجرايد دول احسن مننا في ايه؟ بتعصب لما واحد مصري يبعت لي رساله ويقول لي مصدرك ايه؟ يعني ايه مصدرك ايه؟ هما الناس اللي بيكتبوا في الجرايد في اوروبا وامريكا واسرائيل بيفهموا احسن مننا احنا يا مصريين؟ ليه بتقللوا من نفسكم بالطريقه دي؟ مصر مليانه عباقره، مصر هي اللي علمت الناس في اوروبا وامريكا. حاجه غريبه. يقول لك ويجي الناس بتوع السوشيال ميديا يقول انا ماليش دعوه، احسن تقولوا ان انا اللي قلت. يعني خايفين حتى اللي يفكروا، خايفين لا يفكروا. مصدري هو انا دماغي، وكل اللي بقوله اتحقق، ما فاضلش غير ضرب السد وهينضرب. وانا وعدتكم لو ما انضربش مش هكلم في السياسه تاني. سمعت الرئيس هو بيقول بطلوا هري. انا كمان بقول لقنوات السوشيال ميديا بطلوا هري، ما بتفهموش في السياسه ما تتكلموش، عايزين تتعلموا تعالوا انتم واللي معاكم واشتركوا عندي في القناه وانا هعلمكم وببلاش. بطلوا هري. والله ضحكني الراجل ده بصراحه لما قال بطلوا هري. بصراحه ضحكت، يعني انا ما كنتش عارف هيقول ايه. بطلوا هري. ضحكتني والله. بطلوا هري دي السيسي ده مصيبه. السيسي ده ما يعني انتوا عارفين ايه اللي خلى السيسي النهارده يتكلم في موضوع السد؟ لان فعلا هو حس، جات له تقارير ان الشعب قلقان ومخنوق لحد هنا. الشعب وصل للذروه، فهو حس انه لازم يطمن الشعب. عشان كده قال لكم ما تخافوش. انا قلت الكلام ده قبل كده، قلت قبل ما 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 النيل ينشف لا يبقى لا هيكون في سيسي ولا هيكون في جيش، وهو قالها على جثتي وعلى جثه الجيش المصري. انا قلت لا يمكن السيسي يسمح ان السد ده يعطش مصر، لا يمكن الجيش يسمح للسيسي ان السد يعطش مصر، لا يمكن. انا كل عارفين ليه انا توقعاتي بتطلع صح؟ لاني بحسبها على اساس ان السيسي مستحيل يكون خاين، الجيش مستحيل يكون خاين. لو السيسي طلع خاين والجيش طلع خاين كل توقعاتي هتكون غلط. انا بحسبها من هي ناحيتين، يا ابيض يا اسود. طيب لو السيسي مش خاين والجيش مش خاين يبقى السد ده هينضرب، وبفضل احسبها بقى. طب لو السد ده انضرب امريكا وضعها ايه؟ اسرائيل وضعها ايه؟ بحطها على يعني بلف الاخبار العالم كله وبقدر اوصل للاتفاقيات اللي بتحصل واللي هتحصل والجماعه اللي متابعيني من الاول فاهمين. سمعت السيسي هو بيقول ما تقلقوش ما تقلقوش، انا كتبتها هنا، بيقول ايه؟ بيقول لا يليق بنا ان نقلق، عيب ان احنا نقلق،
احنا كبار قوي، عيب ان احنا نقلق. صح، عنده حق. يعني ايه نقلق؟ يعني يعني فار بيعض في اسد، يقوم الاسد يقلق؟ الاسد نايم وعايز ينام، والفار عمال يعض فيه تعب الاسد، الاسد مش عارف ينام لان الفار عمال يعض فيه، الاسد عمال يضرب الفار برجليه لانه عايز يفضل نايم مش عايز يصحى، الفار عمال يعض فيه ومش عايز يسكت. في النهايه هيروح الاسد قايم واكل الفار وهيرجع ينام تاني. هو ده اللي هيحصل. اثيوبيا فار، مصر اسد، مفيش مقارنه. عشان كده السيسي بيقول عيب ان احنا نقلق. يعني اثيوبيا ما تقلقش مصر، عيب يعني، يعني مجرد ان احنا نقلق ده عيب. شفت يعني، شفت الراجل وصل لفين؟ يعني اهانه للشعب المصري ان احنا نقلق من اثيوبيا، اهانه. فهمتوها؟ وغير كده بقى قال كلمه ثانيه بعد ما قال عيب ان احنا نقلق، قال المفروض، المفروض حاجه ثانيه. حد منكم فهم يقصد ايه بالمفروض حاجه ثانيه؟ عيب ان احنا نقلق، المفروض ده، المفروض حاجه ثانيه. هسمعها لكم وبعدين افهمها لكم. ارجع تاني اقول ارجو ان القلق اللي موجود ده يبقى يعني لا يليق بينا. تاني بقول ان هذا القلق يبقى يعني حاجه تانية. قبل ما يحصل اي حاجه لمصر يبقى لازم انا والجيش نروح عشان حاجه تحصل لمصر، غير كده مفيش. المفروض حاجه تانية. ايه بقى الحاجه التانية؟ يعني ما نقلقش، المفروض حاجه تانية. طب ايه الحاجه اللي ضد القلق؟ ان احنا نكون مطمنين، ممكن ان احنا نكون فرحانين. هو مش هيقول المفروض حاجه تانية علشان نكون مطمنين، لا، ده المفروض حاجه تانية يعني المفروض ان احنا نكون فرحانين سعداء مبسوطين، مش بس مطمنين، لا. هو اللي يقصده ان المفروض تكونوا فرحانين سعداء مبسوطين بسبب اللي عملته اثيوبيا. واحد هيقول لي ليه نبقى فرحانين وسعداء ومبسوطين واثيوبيا بتهددنا؟ قلت له لو كنت سمعت الجيش من اسبوع وهو بيقول احيانا تاتي الرياح بما تشتهي السفن كنت فهمت السيسي يقصد ايه لما قال المفروض حاجه تانية. احيانا تاتي الرياح بما تشتهي السفن، معنى الكلام ده ايه؟ ولا حد فكر فيها. معنى الكلام ده ان اللي اثيوبيا بتعمله جاي على مزاج مصر ولمصلحه مصر. الرياح هي تصرفات اثيوبيا الغبيه، السفن هي الجيش المصري. الجيش المصري بسبب تصرفات افريقيا اثيوبيا الغبيه هيدك اثيوبيا، هيحتل بني شنقول، هنحتل بحيره تانا، الميه هتجينا بدل 50 مليار بقت 100 مليار. وعشان كده بيقول لك المفروض ما تقلقوش، المفروض تفرحوا. ليه؟ احيانا تاتي الرياح بما تشتهي السفن. الكلام ده انا كله عارفه من زمان وبشرحه كتير، لكن في ناس مش عايزه تفهم. معرفش ليه، معرفش يعني، في ناس مخها راكب شمال. يعني مش قادرين يقتنعوا، يعني في ناس مش واثقين في السيسي. السيسي ده داهيه، داهيه. ما بيتكلمش. لانه زي ما سمعتوه بيخاف يقول كلمه مش في مكانها. عشان كده تلاقي دايما في اجتماعاته وهو بيتكلم تلاقوه بيتهته، مش يعني 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 مش قادر يتكلم لانه كل كلمه بتتحسب. السيسي رجل افعال ولا اقوال. اظن انتوا شفتوه عمل ايه في الاخوان بعد سنه عارفين مصر 48 ساعه شالهم. يا شباب يا شعب مصر، انا بقالي 14 بطمنكم والسيسي النهارده طمنكم اكتر. هترجعوا تقولوا بس السد بيتملي، السد فيه 6 مليار متر مي، على الاسبوع الجاي هيبقى فيه 6.5. المعلومات اللي عندي ان سد الرصيرس بيفضى. سد الرصيرس ياخد 7 مليار. اصلا انا قلت قبل كده ان السد النهضه هينضرب بطريقه هندسيه هيتعمل فيه ثقب. ثقب. يعني بحيث يبقى السد هيفضل واقف زي ما هو، هيتعمل فيه ثقب، الثقب اللي بينزل ده 50، في ثقبين بينزلوا 50 مليون متر ميه
الطقم اللي بينزل 25 هيتفتح من فوق منه وهو ده اللي هينزل. مش هيبقى سونامي، هيبقى كميات من المية يقدر سد الروسيرس يتحملها ويسربها لمصر وينقلها لمصر. مصر حسبها كويس قوي. وعلى فكرة كل ده باتفاق مع اثيوبيا. هو تفتكروا مش باتفاق مع اثيوبيا، كل ده باتفاق مع ابي احمد. اللي مش عارف اتفاق، ما حدش يقول لي ليه باتفاق مع ابي احمد، روح اسمعوا الفيديوهات اللي فاتت عشان بيجي لي اسئلة على فيديوهات انا اتكلمت فيها قبل كده. اي حد جديد مشترك جديد يا جماعة يسمع فيديوهاتي من الاول، فيديو اول فيديو عن سد النهضة لما كنت بقارن ما بين الجيش المصري والاثيوبي والسوداني، اسمعوا الفيديوهات وبالترتيب هتفهموا القصة كلها وهتعرفوا ان اللي قلته حصل، وبالطريقة دي هتبدأوا تثقوا في كلامي وهتثقوا في كلامي اكتر لما السد ينضرب. وبفكركم من دلوقتي ان انا الوحيد والجون المصري اللي قلنا السد هينضرب، كل القنوات التانية قالت هيحصل اتفاق ملزم، كله مش عايز اقول اسماء لكن كلهم انتوا عارفينهم، القنوات اللي عندهم مئات الالاف يقول لك اتفاق ملزم. ده دليل على انهم عندهم غباء سياسي، مش هم اغبياء، لا انا بقول غباء سياسي، يعني ما يفهموش في السياسه. فهمتوا يا شباب؟ بعد ما السد ينضرب اظن بعد كده المفروض ما اقول حاجه تصدقوني وما تضحروش، اضحكوا بقى شويه. شوفوا اثيوبيا بتقول ايه في جريده من الجرايد، شو فاكر اسمها ايه، مكتوب الكلام. خلال الزيارة التي قام بها الفريق أول، هي أثيوبيا فيها فريق أول، الأسماء الرتب ببلاش. خلال الزيارة التي قام بها الفريق أول آدم محمد رئيس هيئة أركان الجيش الأثيوبي، يعني أثيوبيا بقى فيها جيش ورئيس هيئة أركان كمان، نظام بيغشوا من عندنا، إلى السد مصحوبا بعدد كبير من جنرالاته. لا ده أثيوبيا فيها جيش وفيها جنرالات كمان، نتكلم على الجيش الأمريكي ده ولا إيه؟ يوم أمس، وتهديده بأن جيش بلاده مستعد للتصدي لأي هجوم عسكري يستهدف سد النهضة وسيتم الرد عليه بالمثل. يعني أثيوبيا عندها جيش يقدر يحمي سد النهضة وهيرده كمان بالمثل، وبيعيطه للأمم المتحدة أن تجراي عمالة تقتل فيهم. مقاطعة غلبت بلد وهم والله العظيم انا بضحك لما بشوف الكلام. شوفي حاجة كمان برضو، صحيفة اثيوبية بتقول الارض ارضنا والمياه مياهنا، ولا توجد قوة على الارض تستطيع منعنا من بناء سد النهضة وملء خزاناته. وكمان بيهددوا بضرب السد العالي، بيقولوا ان مصر بيتها من ازاز عندها السد العالي. اثيوبيا بتهدد بضرب السد العالي اللي اسرائيل ما عرفتش تضربه لا في 73 ولا في 67. اثيوبيا اللي ما بيعرفوش يسوقوا الطيارات اللي عندهم، بيعرفوش يسوقوها، روسيا دلوقتي بتعلمهم يسوقوها، بيهددهم انهم يضربوا السد العالي. قائد القوات الجوية الأثيوبية اسمه العميد يلما موديسا، حاجة زي كده، بيقول ان طائرات أثيوبيا، هي أثيوبيا عندها طائرات أثيوبيا مستعدة لإحباط اي هجمات جوية لضرب سد النهضة ومنشآته. أثيوبيا اضحكوا بقى على حاجة، أبي أحمد بيقول إيه؟ أبي أحمد بعد، استنى ما أقرأها لكم هنا مكتوب فيها إيه عشان أقرأها لكم بالظبط. أبي أحمد بعت كبار جنرالات الجيش الأثيوبي لحماية سد النهضة. الظاهر إنه اتعلم من السادات، عايز يقلد السادات. فاكرين زمان أيام السادات؟ مش فاكر كانت المناسبة ايه، اعتقد قبل الصلح مع اسرائيل، قبل معاهدة السلام، مش متأكد، لكن كان في مناسبة وكان في مجموعة من القادة مختلفين مع السادات،
فعمل ايه السادات؟ حطهم كلهم في طياره هليكوبتر ونقلهم من مكان لمكان، والطياره انفجرت في الجو ما عادش غير الطيار. خدت بالكم؟ السادات قضى على القاده اللي كانوا ضده كلهم. هو ده اللي ابي احمد بيعمله، بيتعلم من السادات. عنده شويه قاده وجنرالات في الجيش مختلفين مع سياسة أبي أحمد المستقبلية، وطبعا هو عارف أنه هيقسم أثيوبيا، وطبعا الجيش هيبقى واقف ضده في موضوع تقسيم أثيوبيا. فالجنرالات دول اللي هو عارف أنهم هيبقوا ضده، طبعا بعتهم كلهم لحماية سد النهضة. ليه؟ عشان مصر تضرب السد ويموتوا. شفتوا أبي أحمد بيفكر إزاي؟ ده مش تفكير أبي أحمد أبدا، ده تفكير إسرائيل. إسرائيل يا سادة هي اللي بتدير أثيوبيا حاليا. أبي أحمد هيبعت كل القوات اللي مش عايزها عشان تحمي سد النهضة، وهيقول لمصر أماكنهم فين علشان مصر تضربهم. السياسة كده فيها قذارة، سامحوني يعني أنا متأكد إنه هيقول لمصر ما تتعبوش، العنوان أهو في اسمها حاجة إحداثيات، يعني الطيارات في إحداثيات يعني كده، المكان ده هو بقى العنوان يعني. أبي أحمد هيلم كل اللي ضده يحطهم يحمي سد النهضة، ويقول للسيسي أدي العناوين اخلص منهم. صدقوني الكلام اللي أنا بقوله ده خطير، ولكن أنا ماليش، أنا لا شغال في مخابرات ولا شغال في دولة، أنا مجرد مواطن بجتهد. محدش يقدر يقول لي إنك بتطلع أسرار عسكرية، أنا مواطن بيتكلم يعني، مش محدش يقدر يقول بتطلع أسرار أمن دولة، لا أنا ممكن أكون غلطان، لكن صدقوني أنا مش غلطان. لكم إيه يا سادة؟ إيه يا سادة؟ اسمها الفرقة 22، صعبان عليها أوي الفرقة 22 الأثيوبية دي. رسالة للفرقة 22 الأثيوبية، روحوا مودعوا أهاليكم، وكل واحد يكتب الوصية بتاعته، لأنكم مش هترجعوا بيوكو تاني، مش هترجعوا بيوكو تاني، ودعوا أهاليكم واكتبوا وصاياكم. وعلى فكرة اوعوا تفتكروا ان ده يعتبر استشهاد، لا 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 لا، ده مش استشهاد، ده انتوا على جهنم نيشان، لانكم عايزين تقطعوا عنا المية، عايزين تموتوا 160 مليون. وابي احمد هيبقى هو قدامكم يعني، هيسوقكم على جهنم زي انسان فرعون. مسائل هو فرعون داخل النار والجيش بتاعه وراه، برضو ابي احمد يخش النار وانتوا وراه. شوفوا بقى، أظن بعد الكلام اللي قلته بقى الأربع شهور، وأظن بعد كلام السيسي النهاردة، مفروض محدش منكم يسمع للقنوات الإخوانية دي، ومحدش منكم يقلق. الراجل قالها عيشوا حياتكم، عيشوا حياتكم، قالها مش أنتوا أمنتوني سيبوها لي، قالها أنتوا أمنتوني، وفعلا إحنا أمنا، وهو قد المسؤولية خلاص. وبقول لقنوات السوشيال ميديا بطلوا هاري، ما بتفهموش في السياسة، بطلوا هاري، عايزين تتعلموا اشتركوا عندي في القناة. ماشي يا شباب، اتمنى اني اكون وصلت لكم رسالة، وما تنسوش الله، الوطن، السيسي، تحيا مصر، تحيا مستر جلاد، وتصبحون على خير.